إذن مشاهدينا نتحدث بتفاصيل أكثر مع محللة الأسواق المالية السيدة لينا قنوع التي تنضم معنا من دبي عبر سكايب. مرحبا بك سيدة لينا في هذه التغطية. أبدأ معك مع الوضع النفطي العالمي، تعليقك على تأجيل انعقاد اجتماع أوبك وتكرار عدم الاتفاق خلال الاجتماع، خصوصا وأن هذه المرة لم يتم تحديد موعد انعقاد الاجتماع القادم، تفضلي. اهلا بك عبد الله. بدايه بالفعل يعني تم تاجيل الاجتماع من الخميس للجمعه، وايضا بعد الاجتماع كان سوف يتم انعقاده يوم الاثنين، ايضا لم يتوصل الى قرار وتم تاجيله مره اخرى. يعني بالفعل يعني كان الحديث انه منظمه اوبك بلاس تريد باتفاق بين السعوديه وروسيا رفع الانتاج بشكل تدريجي بعد جائحه الكورونا، او الاتفاق التاريخي الذي تم خلال عام 2020 بخفض الانتاج بما يعادل تقريبا 10 مليون برميل يوميا. ومن ثم بدأ الحديث عن رفع الانتاج بشكل تدريجي. خلال الاجتماع الاخير لم يتم التوصل الى اتفاق، كان الاتفاق على ان يتم برفع 400 الف برميل يوميا، لكن هناك بعض الدول مثل الامارات العربيه المتحده تريد رفع الانتاج تقريبا باكثر من ذلك، ب 500 الف الى 600 الف برميل يوميا. المشكلة تكمن بحصص الأساس. الإمارات تريد رفع الإنتاج، يعني ترى من منذ الجائحة أنه تم الخفض على أساس يعني من الأساس، فبالتالي تريد أن ترفع إنتاجها من 3.2 مليون برميل يوميا إلى 3.9 مليون برميل يوميا، رفع بقيمة 700 ألف برميل يوميا. طبعا هذا نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهذا يصب في إيرادات طبعا الدول النفطية، وخاصة أنه يشكل النفط عائد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للولايات للإمارات العربية المتحدة. فبالتالي تعتبر السعودية وروسيا أن الاتفاق الذي تم التاريخ الذي تم خلال جائحة كورونا عندما انهارت أسعار النفط إلى السالب، وأيضا برنت وصل إلى 16 دولار بعد الاتفاق التاريخي، أنه هناك مشكلة يجب أن يكون أن يوجد حل هذه المشكلة. لهذا تم تأجيله ولم يتخذوا أي موعد لهذا القرار. طبعا بالفعل لا أتوقع طبعا أي يعني سوف يتم خلال مدة معينة، أتوقع أن يكون هناك اجتماع، لكن لا نعلم ماذا سينتج عن الاجتماع. هل سيكون هناك صلاحيات للإمارات العربية المتحدة بأن ترفع إنتاجها، أو أن يكون الاتفاق بين برفع الإنتاج تدريجيا حسب ما تريده السعودية وروسيا برفع الإنتاج 400 ألف برميل يوميا. هناك خلاف أيضا يحدث بذلك يعني اضطرابات في أسواق النفط، فبالتالي شهدنا كيف أسعار النفط استفادت من تأجيل هذا الاجتماع، وشهدنا ارتفاعات عقب هذا التأجيل. نعم. طيب، هذا الوضع الحالي، الخلافات وغياب التنسيق والتفاهمات، يعني ذكرت في العام الماضي الحرب الاقتصادية أو النفطية بالتحديد التي تزامنت مع جائحة كورونا، هل من الممكن أن نعود للحرب النفطية الماضية ويعود نفس السيناريو في هذه الأيام؟ يعني بالنسبة للحرب السعرية التي كانت خلال جائحة كورونا لا أتوقع تكرارها، لأن الإمارات كان لها دور جوهري في استقرار أسعار النفط بالتعاون مع السعودية وروسيا، وساهمت فعلا في استقرار أسعار النفط ودعمتها إلى مستويات نراها جيدة جدا بهذا الاتفاق التاريخي الذي تم. يعني عم نشهد أسعار النفط عم ترتفع بأكثر من 48%، فلا أتوقع أن يكون هناك حرب أسعار أو عدم تنسيق، وإن ما أسميه ربما اختلاف بالآراء بين السعودية وروسيا من جهة والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، ربما سيتم التوصل إلى حل. وأتوقع أن هناك مناقشات دائما داخل أوبك بلس، لكن هالمرة يعني ظهرت إلى العلن.
وبالتالي يعني شهدنا هذا التفاعل مع الذي يحصل من أوبك بلس، وأتوقع أن يكون هناك ربما يعطي بعض الصلاحيات ربما للإمارات العربية المتحدة، لكن لا أو أن يكون هناك تمديد الاتفاق حسب ما تريده السعودية وروسيا برفع الإنتاج تدريجيا ب 400 ألف برميل يوميا، لكن لا أتوقع أن يكون هناك انهيار لاتفاق أوبك بلس بعد الانهيار أو بعد عفوا الاتفاق التاريخي الكبير الذي تم بقيادة الدول مثل السعودية وروسيا وعدد من الدول الأخرى وأيضا الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد. يعني ربما يعني لو فعلا لم يكن يعني لن يكون هناك اجتماع، فبالتالي ربما نرى مثلا كل الدول الاخرى مثل الكويت وغيرها من الدول الاخرى ايضا تريد رفع الانتاج بشكل تدريجي بكامل طاقتها الانتاجيه وغيرها من الدول الاخرى، فكل دوله سوف ترفع طاقتها القصوى بالانتاج، فبالتالي لو تم رفع الطاقه الانتاجيه القصوى لكل دوله على حده لكل الدول سواء من اوبك او من خارج اوبك، فبالتالي سوف يحصل ما حصل خلال جائحه كورونا، بالفعل سوف نرى ربما انهيار او حرب بما يسمى بحرب اسعار النفط. طيب بالنسبه لاسعار النفط الحاليه، هل من الممكن ان تثير مخاوف من ان يعرقل التضخم التعافي العالمي من جائحه كورونا؟ بالنسبة لأسعار النفط، نحن نعلم أنه ارتفعت بشكل كبير، نحن نتحدث عن ارتفاعات بأكثر من 48%، وخاصة خلال الشهرين الماضيين لاحظنا ارتفاعات قوية لأسعار النفط سواء على برنت ودبليو تي اي، وأي ارتفاع طبعا نحن نعلم العلاقة التي تربط النفط بالتضخم، كلما زاد ارتفاع أسعار النفط والطاقة يرتفع التضخم، يؤثر على التضخم المشتقات النفطية و وأدوات الطاقة، وبالتالي أي ارتفاع لتلك المشتقات النفطية سوف تؤدي إلى ارتفاع يعني نتحدث عن المنتجات النهائية، يعني مثلا يصير رفع للتكاليف التشغيل وتكاليف الإنتاج، بالتالي يؤثر على المنتج النهائي وعلى الأسعار المستهلكية، فبالتالي يحصل التضخم، فهناك علاقة وثيقة تربط النفط بالتضخم، فالارتفاعات التي تحدث بسرعة كبيرة لا نريدها، لأن بالفعل التضخم ارتفع بشكل كبير، ونحن شاهدنا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت أسعار التضخم بحسب آخر القراءات 5% مؤشر أسعار المستهلكين، وهناك عدد من الدول الأخرى عم نشوف فيها ارتفاعات في أسعار التضخم، لا ننسى أن أسعار السلع بشكل عام ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات، فهو له علاقة بالتضخم، لكن الارتفاعات الكبيرة التي سوف نراها على أسعار النفط بشكل كبير ومتزايد بالفعل سيؤثر على التضخم، وبالتالي التضخم غير عند ارتفاعه فتضطر عدد من البنوك المركزية، وشاهدنا عدد من البنوك المركزية في الدول الناشئة سوف تضطر إلى تجديد السياسة النقدية. طيب هنا نحن في هذا البرنامج غالبا ما نجمع الآراء، إذا ما تحدثنا عن أسعار النفط نجمع آراء المختصين، هناك من يتوقع بأن يصل إلى 90 وفوق 90 دولار، وهناك من يتوقع أن يهبط دون 60 و50 دولار، وهناك أيضا بالمقابل من يتوقع استقراره. من بين المتوقعين وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار توقع بأنه أسعار النفط وسعر البرميل لن يكون دون 70 دولار على أقل تقدير حتى نهاية 2022، ما هو رأيك؟ نعم، لا شيء مستبعد طبعا في الأسواق المالية، لكن ما قاله وزير العراقي كلامه فيه من المنطقية، لأنه منطقي جدا، نحن متوقعين أنه استمرار أسعار النفط الارتفاع فوق 80 دولار، وهناك أكثر يعني مثل جي بي مورغان متوقع أن يصل مثلا، وعدد بنوك أخرى عالمية تتوقع أن يصل النفط إلى 100 دولار للبرميل، فبالتالي يعني
الوزير العراقي وقت ما يقول انه ادنى سعر ممكن يوصل لن يصل الى مستويات اقل من 75 دولار، فبالتالي يعني ذلك انه هو يعتمد على توقعات الطلب العالمي على النفط، فبالتالي الطلب العالمي يتعافى، ربما نشهد المزيد من التعافي في النصف الثاني من العام. نحن توقعات وكالة الطاقة الدولية وغيرها من إدارة معلومات الطاقة وأيضا أوبك بلس تتوقع أن يكون أن يصل الطلب العالمي تقريبا 96.9 مليون برميل يوميا، هو أقل من مستويات جائحة الكورونا بقليل، عن جائحة كورونا يعني بعيدين عن 100 مليون برميل يوميا، فبالتالي وحتى ربما نتيجة تعافي الطلب العالمي بشكل سريع ممكن أن نرى يعني توقعات بارتفاع تعافي الطلب العالمي أن يكون أكثر من 96 مليون وقع 98 مليون برميل يوميا في ظل استمرار التعافي الاقتصادي وفي ظل أن لا يكون هناك طبعا إغلاقات اقتصادية وانتشار بشكل كبير في فيروس متحور دلتا، يعني باستثناء ذلك بتحديد كل هذه الأمور فتوقعات إيجابية لأسعار النفط. فبالتالي أعتبر ما قاله الوزير منطقي جدا، لكن لا أستبعد أي شيء أن يحصل في الأسواق، وحتى حسب نظرية الداو يعني من غير من الممكن أن نستبعد أي شيء في الأسواق المالية، يجب أن نحسب كل شيء في الأسواق المالية ونحتسب كل شيء. طيب نبقى بالحديث حول أسعار النفط. ارتبطت أسعار النفط بآخر 15 شهرا منذ بداية تفشي جائحة كورونا حول العالم، ارتبطت الأسعار بالوضع الصحي العالمي والوبائي. إعلان بعض الدول تخفيف قيود فيروس كورونا والإغلاق المفروض بها، كيف يمكن أن يؤثر أيضا على أسعار النفط؟ أقصد الإغلاقات اللي عم تقوم بها بعض الدول؟ الإغلاقات الصحية، هناك بعض الدول خففت من القيود الصحية باعتبار أن نسبة كبيرة من المجتمعات تلقت اللقاح، وأيضا هناك ربما تعافي كبير بالنسبة لمواطنيها، فبدأت بفتح القيود عن السفر والسياحة والمرافق الأخرى. هذا الشيء كيف يمكن أن يؤثر على أسعار النفط؟ نعم بالفعل له تأثير كبير على أسعار النفط، لأني بما أن هناك فتح الاقتصاديات التي نحن هذا ما نطمح إليه، فتح الاقتصاديات بشكل عام، لهذا السبب التوقعات تشير إلى تعافي الطلب العالمي خلال النصف الثاني مع حملات التطعيم اللي عم بتتم بشكل كبير جدا حول أنحاء العالم، وأيضا السفر السياحة وخاصة بريطانيا تريد فتح الاقتصاد بشكل كامل في 19 من هذا الشهر، فكل هذه يعني الإجراءات فتح الاقتصاد بشكل كامل وحملات التطعيم سينعكس أثرها إيجابا على تعافي الطلب العالمي على النفط، لهذا السبب ربما نتوقع أن يكون الطلب العالمي على النفط أكثر ما يعني من توقعات وكالة الطاقة الدولية اللي بتتوقع أنه يكون 96.6 مليون برميل يوميا، توقعات ربما تكون أكثر من ذلك نتيجة لو استمر هذا الوضع بفتح الاقتصاد بشكل كامل وأن يتم حملات التطعيم بشكل أكبر من ذلك، فلا أستبعد أن ينعكس آثاره إيجابا على أسعار النفط، ولا أستبعد أن نكون في نهاية العام عند مستويات 100 دولار إلا إذا حدث عكس ذلك أو أخبار تثبت عكس ذلك، وأن يكون هناك إغلاقات اقتصادية وانتشار فيروس بشكل كبير يسيطر على الدول ويعني ويعيد إغلاقها مرة أخرى، فهذا بهذا الوقت إنه ربما نشهد بعض التأثيرات، طبعا سوف تطال الطلب العالمي على النفط، لكن في ظل كل المعطيات الحالية فستشهد أسعار النفط تعافي الطلب العالمي وسينعكس إيجابا على أسعار النفط. يعني وسوف أذكر أيضا أضيف ذلك بما أننا تحدثنا بالبداية عن
اتفاق اوبك برفع الانتاج تدريجيا، فهذا الاتفاق يعتبر يعني يجب ان يستمر، لاننا نحن يعني التوقعات انه فعلا في تعافي في الطلب العالمي على النفط، فبالتالي لو زادت يعني ربما دول بكامل صفة الانتاجية زيادة في المعروض، يعني زيادة العرض بشكل كبير، فسوف يؤثر مع زيادة الطلب العالمي على النفط، وحتى يتبين أيضا أنه هل بالفعل تعافى الاقتصاد العالمي بشكل كامل، لن يكون إغلاقات اقتصادية، لن هناك انتشار لفيروس كورونا المتحور دلتا. طيب نتوسع قليلا ونتحدث عن الاقتصاد العالمي. حجم التجارة العالمية اليوم يعد مقياس جيد لسلامة الأوضاع الكلية للاقتصاد العالمي. تتوقعين هناك سيحدث نمو جيد في الفترة المقبلة للاقتصاد العالمي؟ طبعا بالنسبه ذكرت حجم التجاره العالمي، توقع طبعا نمو اقتصادي جيد، وتوقعات ايضا هناك تعافي اقتصادي عالمي، توقعات بان يصل نمو الاقتصاد العالمي تقريبا 6%. حجم التجاره العالمي يعني هو الذي يحدد مدى التعافي الاقتصادي، بالتالي معك في هذه النقطة بالتحديد، لأنه يدل على وضع الاقتصاد من حيث حجم الصادرات والواردات. ونحن نعرف مثلا اليابان خلال الجائحة والانكماش الذي حصل في اليابانية نتيجة أنها تعتمد مثلا على الصادرات، بالتالي يعني دول الاقتصاد العالمي هو بشكل عام يعتمد على دول العظمى مثل بريطانيا، أمريكا، الصين، بريطانيا، ألمانيا، هذه الدول العظمى، ولكن أيضا الدول الناشئة لها دور فعال، وخاصة إذا كان حجم التجارة العالمي، فبالتالي رأينا أصبح أيضا تحسن في حجم التجارة العالمي، يعني هناك تفاؤل في الطلب العالمي وأيضا في الإنتاج العالمي. سوف ننظر من حيث الدول العظمى وأيضا الدول الناشئة، مثلا دول أكثر يعني من حيث الصادرات حول العالم، لدينا أمريكا ب 1.58 تريليون دولار، أيضا لدينا ألمانيا ب 1.40 تريليون دولار، يابان الصادرات ب 680 مليار. فبالتالي إذا نظرنا أيضا إلى الدول من حيث الواردات، وهي أيضا نحن ننظر ليس فقط من حيث الصادرات، الدول التي تعتمد على الصادرات، وأيضا بالنسبة للواردات، مثلا الصين بأكثر من 20% من الواردات العالمية، تشكل أيضا لدينا أمريكا ب 7.14%، سنغافورة ب 9%، أيضا ألمانيا ب 7.9 من الواردات العالمية. فبالتالي يجب أن ننظر إلى كل الدول العظمى وأيضا الدول الناشئة من حيث التعافي الاقتصادي من مبدأ حجم التجارة العالمي، لأن التعافي الاقتصادي من حيث الصادرات والواردات سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد. طيب تحدثنا قبل قليل عن جهود التطعيم وفتح المرافق السياحية وأيضا السفر، تحدثنا حول تأثيره على أسعار النفط، هل سيختلف الموضوع بالنسبة للمسار بالنسبة للاقتصاد العالمي؟ طبعا الاقتصاد العالمي هناك طبعا يعني توقعات بأن ينمو الاقتصاد العالمي ب 6%، وهناك توقعات يعني من أن يكون هناك احتمال بأن يعني أن تزداد هذه التوقعات في ظل التعافي الاقتصادي بأن نشهد نمو أكبر من ذلك. ونحن نشاهد مثلا عدد من الولايات المتحدة، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، يعني حتى يقول يعني حتى جولدمان ساكس يعني رفع أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، وأيضا صندوق النقد الدولي. فبالتالي ربما طبعا بالفعل نشهد في ظل جهود التطعيم، في ظل
حملات التطعيم تتم على نطاق واسع. أيضا إذا نظرنا إلى البيانات الاقتصادية اللي عم تظهر، هي بيانات جدا إيجابية، مثلا مؤشر مديري المشتريات اللي بيظهر من أهم المؤشرات اللي بتطلع مبكرا يعني في وقت أكثر شيء، فبالتالي تعطي انطباعا أو دلائل أو إشارات على التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي العالمي. فمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نحن مثلا ارتفع الى الاسبوع الثالث على 10 على التوالي، سواء مؤشر مديري المشتريات الصناعي وايضا قطاع الخدمات، يعني لو حتى تباطا باخر البيانات لكن هو بشكل عام مرتفع، يعني لانه نحن 50 نقطه تفصلنا بين الارتفاع وبين النمو والانكماش. نحن نتحدث عن مستويات عاليه، فبالتالي ارقام إيجابية من مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا في منطقة اليورو عم نشوف أيضا بيانات من مؤشر مديري المشتريات فيها نمو، وأيضا لدينا في الصين، في اليابان، في بريطانيا. فهذا الذي يعني ننظر إليه من ناحية النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة كما ذكرت مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة والخدمات وغيرها من البيانات الأخرى لتعطينا صورة أوضح عن التعافي الاقتصادي العالمي. ولكن هذه الأرقام التي نراقبها بشكل أكبر وتعطينا صورة أوضح. فالتوقعات إذا كانت الآن 6% الاقتصاد العالمي، ربما سوف يكون هناك تعديل لتلك التوقعات في ظل التعافي الاقتصادي، في ظل حملات التطعيم ربما نرى توقعات بالإيجابية أكثر لنمو الاقتصاد العالمي. طيب بالحديث عن التوقعات، ما هي توقعاتك لأسعار الذهب العالمية؟ طبعا بالنسبة لأسعار الذهب العالمية، يعني بداية نتحدث عن أسعار الذهب كيف وصلنا إلى مستويات بالجائحة بعام 2020، تحدثنا وصلنا إلى 2075. حتى أنه آخر تقارير أصدرها جولدمان ساكس قال أنه الذهب ليس هو يعني الذهب يعني الملاذ الآمن والتحوط المثالي طبعا ضد التضخم، فبالتالي او عفوا هو الملاذ الآمن والتحوط ضد التضخم. بالتالي عندما الأسعار تراجعت من 1900 الى 1750، يعني مع ارتفاع التضخم، نحن نتحدث عن ارتفاع للتضخم الآن مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن 5% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، بحسب الكور بي سي إل بفضل الفدرالي الأمريكي 3.14%. أسعار التضخم بشكل مرتفعة بشكل كبير، والذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم. لكن ما نراه مثلا من تراجعات من 1900 بعد اجتماع، يعني سيدة لينا كيف يمكن تفسير هذه الجدلية أو المفارقة، سميها ما شئت، بأنه الذهب هو غطاء من التضخم، وأيضا تظهر لنا الأوضاع والحقائق في الأسواق المالية بأن أسعار الذهب انخفضت الشهر الماضي رغم ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة؟ نعم، التضخم ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الذهب لا يعتمد على التضخم الحالي، يعتمد على التضخم المستقبلي، يعني يتطلع إلى التوقعات المستقبلية للتضخم خاصة خلال 5 سنوات. لا أستبعد أنه الذهب على المدى الطويل والمتوسط أن نشهد المزيد من الارتفاعات، لأنه متوقع أن نشهد المزيد من التضخم خلال الفترة القادمة. لكن ما حصل خلال الفترة الماضية بعد اجتماع الفدرالي الأمريكي وشهدنا التراجعات للذهب من 1900 تقريبا أقل من 1800 دولار، لأن الذهب لا يرتبط بالتضخم، التضخم الحالي ما بيرتبط فيه. لهالسبب التوقعات كانت أقرب إلى ما يسمى بتجديد السياسة النقدية. فعندما رأينا حديث عن فكرة تجديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2023، أن يكون على الأقل هناك أن يكون رفع في عام 2022، فبالتالي رأينا الذهب كيف تراجع رغم أنه التضخم مرتفع بالفعل، لكن النظر ليس للتضخم الآن، لأن يقول الفدرالي الأمريكي أن التضخم عابر ومؤقت، يعني لا يرى أن التضخم
سوف يستمر، فبالتالي نظرة أسعار الذهب تربط العلاقة بين الذهب والتضخم بالتضخم المستقبلي، وخاصة خلال ال5 سنوات. هل التضخم مستدام؟ لو كان في تضخم فعلا رأينا مستدام، وأن الفدرالي الأمريكي لم يعد يقول التضخم عابر أو مؤقت، فبالتالي سوف نشهد استمرارية على المدى المتوسط والطويل لأسعار الذهب نحو الارتفاع. الذهب أين أراه الآن؟ ننتظر طبعا محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي اليوم، هو الذي سيحدد لنا الاتجاه. لو كان هناك، خاصة نحن نعلم عبد الله بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي يوم الجمعة، رغم أن البيانات كانت جدا إيجابية وكنا نترقبها، يعني هي التي سوف تعطي رؤية للفدرالي الأمريكي حول تجديد السياسة النقدية أو المزيد من التحفيزات. يعني تشديد بيانات الوظائف جاءت أفضل بكثير من التوقعات، نتحدث عن أكثر من 850 ألف وظيفة مقارنة كانت توقعات ب 700 ألف وظيفة. لكن إذا قرأنا بتقرير الوظائف الأمريكية الغير زراعية، هناك في ارتفاع بمعدل البطالة، وأيضا متوسط الأجور أو متوسط الرواتب نما ولكن أقل من التوقعات، فبالتالي يوجد عدد من العاطلين عن العمل. وبالرغم من أنه بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية يعني تعطينا هناك تعافي اقتصادي، مزيد من التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، فمع ارتفاع معدل البطالة، ما الذي سيقوله في محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي؟ هل سنرى مثلا تجديد للسياسة النقدية اليوم على أساس بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية؟ لكن الأسواق كما قرأ يعني قرأناها يعني ربما لن يحصل تجديد في السياسة النقدية، لأن مستويات يعني ينظر رئيس الاحتياطي الفدرالي بأنه لن يحصل تجديد في السياسة النقدية حتى يتحقق مستويات التوظيف بشكل كامل. لكن ماذا عن البطالة؟ ماذا عن متوسط الرواتب التي نمت بأقل من التوقعات؟ فهل سيكون هناك تجديد للسياسة النقدية خلال عام 2023؟ لو ما كان في أي تجديد للسياسة النقدية لعام 2023 سوف يعطي أريحية للذهب، وسوف نشاهد ربما ارتفاع لأسعار الذهب أكثر من ذلك لو كان في أي تجديد للسياسة النقدية. وهذا ما يربط الذهب بعلاقته طبعا بأسعار الفائدة، إذا تم طبعا حديث عن رفع أسعار الفائدة فربما سوف نرى تراجعات لأسعار الذهب ونرى مستويات أقل من ذلك، ربما نصل لمستويات ربما نتحدث عنها سابقا 1750 1700 وربما دون ذلك. فيعتمد اتجاهات الذهب إلى محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي اليوم، فكل الأنظار على هذا الاجتماع. نعم السيدة لينا قنوع محللة الأسواق المالية في شركة إيكويتي، كنت معنا من دبي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.